لم يعد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة عبئاً أو وصمة عار يخفيها الأهل بين الجدران، فهم قادرون على الاندماج بالمجتمع والتأثير فيه بالعمل في مختلف المجالات، وهو ما تؤكده استمرارية ونجاح ملتقى أولادنا لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي أعلن عن انطلاق نسخته الثالثة التي تحمل شعار قادرون باختلاف بدار الأوبرا المصرية. لما يجي 36 دولة من الخارج ويتعاملوا مع أولادنا بيرجعوا أصحاب مع بعضهم كلهم، وده أنا مش أول مرة أجربها، ودلوقتي بقى في صداقة بين ولادنا وبين الناس برة. عندي فخر غير عادي بأولادنا اللي اتمرنوا سنة بحالة واتدربوا، بقوا يعني بينافسوا الأجانب، وكل ما نشركهم في المجتمع هيبقوا أحسن وأحسن. فكلنا نخلي بالنا من ولادنا وما نقولش عليهم معاقين لو سمحت. فعاليات المؤتمر الصحفي تضمنت عددا من الأغاني الوطنية التي تغنى بها الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى عرض لرقصة الدبكة الفلسطينية بمشاركة فرقة الفلوجة للفنون الشعبية الفلسطينية. والله عرض النهارده يعتبر عرض للتاريخ، اول مره من نوعه بنعمل عرض لذوي الاحتياجات الخاصه. انا عايز اقول لك ان اعضاء الفرقه كانوا بيتسابقوا ان هم يحضروا النهارده، مبسوطين جدا. الاولاد كانوا بيعملوا الدبكه يعني هم مش طايرين من الفرح عشان بيشاركوا الاولاد دول، وكنا كلنا بنتمنى ان احنا نكون مصدر فرحه ليهم النهارده بالذات. بشكر مؤسسه ولادنا قوي، وبشكر مدام سهير على اللي هي بتعمله، وكله مجانا ما بتاخدش ولا اي حاجه، ومفيش اي مؤسسه راعت ولادنا زي ما هي اللي عاملاه بصراحه في ولادنا. أشكرك جدا 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 على إيه عملته. ماما اسمي شكرا ونادي وحسين قوي، خويا والدة وحسين قوي، ما شاء الله أكبر. عملنا مختلف القدرات، يعني في قدرات خاصة حركية، قدرات بصرية، قدرات ذهنية، قدرات اللي بيستخدموا الإشارة، وعملنا كل الحاجات دي في عمل متكامل لمصر، فكانت تجربة جميلة جدا بس كانت شاقة شوية يعني. المبدعون من ذوي الاحتياجات الخاصة المشاركون من 36 دولة يقدمون عددا من الأنشطة الفنية المتنوعة ما بين المسرح والفيلم والشعر والاستعراض والغناء والموسيقى والفنون التشكيلية والحرف اليدوية بمشاركة محكمين من مختلف الدول العربية والأجنبية.